اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم بيت عبده وشيما. شيما كالعاده معانا، بس النهارده حلقتنا هتكون مختلفه يا شيما، صح؟ ان شاء الله يا عبد الاول، ازيك؟ عامل ايه؟ لا انا طيب؟ احسن. طيب انت معايا وموجوده في كل حته، بترحبي بيا يا عبده؟ اه طبعا. طيب برحب مشاهدي، طبعا مشاهدي برنامج بيت عبده وشيما. طبعا احنا زي ما عودناكم مشاهدينا دايما بنحاول نحافظ على فقره المطبخ، دايما تقريبا في الغالب حلقتنا كلها بيكون معانا شيف معانا في الحلقه. النهارده بقى الشيف اللي معانا شيف متالقه في الاكلات البيتي، وصفات بيتي. خلينا نرحب بالشيف المتالقه الشيف صحر. ازيك يا شيف؟ ازيك شيف صحر، تمام. منورانا في بيت عبده وشيما، منوره المطبخ بتاعنا المتواضع. منوره بيكم هي من زمان يعني. اهلا وسهلا بيكم، اهلا وسهلا بالمشاهدين. اهلا شيف، انت متالقه بقى في الوصفات البيتي؟ اه يعني هي بيتي وفي نفس الوقت يعني مش تقليديه، يعني مش تقليديه. لا بس يعني الناس كتير جدا بتشهد بوصفاتك وباكلاتك طبعا يعني. والله الحمد لله، ده بيبقى نجاح من ربنا وفضل. وبعدين انا ليا خبره كتير طويله، 18 سنه ربنا يعني. انا دايما بسمع مثلا ان الشيفات عامه او اللي ليها في الاكلات مثلا البيتي او اكلات عامه اللي احنا بنعملها التقليديه العاديه يعني ما بتبقاش قوي مثلا في الحلويات، لكن انت ما شاء الله عليكي ده وده. اه الحمد لله، يعني بصور كمان اللي معانا. لا هي هوايه مش اكتر يعني، انا هاويه المطبخ وحباه وبحب اخش ابدع فيه يعني، اتالق فيه يعني. بس مفيش حد ده اكلك غير ما شاء الله يعني اتكلموا عليه طبعا يعني. احنا من ساعه ما قلنا ان الشيف سحر هتكون معانا واحنا الكومنتات والناس معانا كلها مستنيه الحلقه، عايزه تشوف ايه اللي هيحصل. وحقيقه فعلا مهما جربنا او رحنا اكلنا اكلات من مطاعم، نرجع ونقول الاكل البيتي هو الاساس. هو الاساس وهو اللي لازم هنرجع له. طيب احنا معانا وصفات ايه بقى؟ وعايزين نقول كده نشوفك يا شيف هتعملي معانا ايه النهارده. ايه اول وصفه موجوده معانا النهارده هنعملها؟ صدور الفراخ بالبرتقال. صدور الفراخ بالبرتقال. ودي حلوه جدا، خفيفه للناس اللي بيعملوا دايت، لان احنا بنعملها بزيت زيتون فما فيهاش دهون. احنا معانا الوصفه على الشاشه، معانا الوصفه اللي هي صدور الفراخ بالبرتقال، للناس بقى اللي عايزه تتابع معانا وتعرف كل حاجه خطوه خطوه مع الشيف صح. هي بتبقى عباره عن ايه؟ كيلو صدور فراخ صح؟ ايوه. او زي ما موجود وبرتقان، برتقانتين. البرتقان نفسه ولا قشر البرتقان؟ لا البرتقان نفسه، عصير البرتقان نفسه. عصير برتقان. اه اسمع عنه. وبصله كبيره واربع معالق صويا صوص. أيوة. واربع معالق كبيره صويا باربيكيو. ايوه. واثنين معلقه كبيره دبس الرمان، واثنين معلقه كبيره دقيق، واربع معالق زيت زيتون. هي دي كده الوصفه. ايوه بتاعت. دي الوصفه، ده المكونات بتاعتها. المكونات بتاعتها. دي اول خطوه احنا بنعملها. تمام. ايه اول خطوه معانا هنبدا فيها؟ هنحمر الفراخ. دي تحميره اللي هي صدور صدور الفراخ. ايوه. تبقى يا شيف يعني بانيه ولا صدر كامل؟ صدر كامل. صدر كامل. صدر كامل عشان احنا ايه، الصدر نفسه بنطلعه بنقطعه ترانشات، فاكثر من واحد ياكل الصدر، فمش يبقى واحد بس. مش واحد بس. أوكي. صح. طبعا انت مضايق. لا يا شيف طبعا انا مستني نشوف الاكل بتاع الشيف سحر، هنجربه ان شاء الله النهارده. النهارده يا عبد. لا هنجرب اكل الشيف سحر بعد يعني، الناس كلها مستنيه الحلقه دي وعايزه تعرف الوصفه. رب العالمين، فان شاء الله يعني اعجبكم. انا اول مره اطبخ في مصر. قول لنا بقى يا شيف صحيح، انت كنت قاعده فين؟ كنت قاعده في السعوديه. في السعوديه. في منطقه اسمها جيزان. جيزان منطقه جميله جدا، ناسها طيبين جدا جدا. على البحر. منطقه ساحليه يعني، ف يعني قعدت عشت هناك 18 سنه. 18 سنه. 18 سنه، فطبعا هناك كلهم عرفوني بالاكل المصري. جربوا اكلك طبعا. بيحب يطلبوا منك ايه يا شيف؟ ايه اكتر اكله بيجي الشيف سحر ويقولها احنا عايزين الاكله دي؟ اكتر حاجه بيطلبوها من الكشري المصري. الكشري المصري. ده في ناس بيطلبوه مثلا مع الفراخ الصيني. مع الايه؟ الفراخ الصيني. اه بيحبوا ياكلوه مع الفراخ الصيني. انا بعمل فراخ الصيني جميله، فالحمد لله يعني. ده اللي بعمله لك يا عبد، مش كده؟ اكيد. ده اللي بتعملها بالظبط. انا شاهد. انا عارف. انت هتقولي شايف اللي معلمين يا شيف صح؟ يعني احنا مش عارفين الفرخه بتبقى طالعه بتستغيث ولا طالعه مطيبه، يعني عامله كده وشكلها غريب بس. لا يا عبد ما تهزرش، انا حتى بعمل فراخ يعني لحد ما كويسه. بس فهناك اتشهرت، ويمكن اكلتهم حاجات هم
ما كانوش على درايه بيها. هم انت عارفه الاكل هناك الكبسه ورز هم هناك وفي اكل معين اللي هو مرقوق والمندي والمندي والحاجات دي والحاجات كتير يعني. طبعا انا مش هروح اعمل كبسه فانا اكلتهم بقى صينيه بطاطس في الفرن. ايوه الاكل بتاعنا بقى المصري ملوخيه بالارانب باللحمه المحشي. طيب ايه؟ لا المحشي ده صاروخ هناك الحمد لله يعني الحمد لله. ورق العنب والكرنب عندهم كان يعني حاجه جديده. بالنسبه بقى الوصفه اللي معانا دي صدور الفراخ دي بتقعد في التتبيله ولا بتقعد في التتبيله على الاقل ساعتين. ساعتين يعني احنا بنفرم البصله وبعد ما بنفرم البصله بنحط عليها الصوصات. نحط فلفل، نحط كاري، بنحط ملح، بنحط نص كوبايه عصير برتقال ونقلبهم. بنحط فيهم الفراخ ومع نص معلقه توم باودر بنحطهم كلهم نسيبهم في الثلاجه ساعتين يعني ده اقل حاجه. ممكن من بالليل الصبح كده يعني. بعد كده بتطلعها تحمرها كده. دي اول خطوه. ثاني خطوه اللي هي بنحطها بعد كده في البرام في او في الصينيه في البايركس تبقى معانا او تحطها في صينيه عشان احنا ما نصعبش عندنا في البيت يعني. المتوفر موجود. وبعد كده انا نفس الصينيه اللي انا بحمر فيها بعمل فيها صوص لونه بني كده. بصي الصوص يعني بنفس الحاجات المكونات اللي تبلت بيها الفرخ. وممكن تاخد الصوص اللي باقي من البصل ومن ده يعني تعصره وتحطه يعني يبقى جميل بيبقى معاه الصوص برضه يعني احنا بدأنا دلوقتي كانت الفراخ الصدور زي ما هي. خدناها حطيناها في التتبيله بتاعتها قعدت فيها حوالي على الاقل ساعتين. بعد كده بنبدا ننزل زي ما بنشوحها كده بزيت زيتون. مش في حاجه دهنيه او في سمنه او كده. لا زيت زيتون خفيف. في زيت زيتون خفيف وعلى حسب ما انت عايزه. حمريها في زبده حمريها في الوصفه الوصفه برافو يا عبد. لا لان هو زيت الزيتون اولا خفيف على المعده. ثاني حاجه بيدوب الدهون اللي بين اللحم في الفراخ فبتبقى حته اللحمه خفيفه قوي يعني مش او حته الفراخ. اي لحوم يتعمل بيها زيت زيتون او يتشوح بيها دي بتبقى كويسه جدا صحيه وافضل وطبعا ما تعملش حموضه ما يعني الحاجات اللي عندنا مشاكل جامده قوي. عندنا مشاكل جامده في الحكايه دي يا شيخ. ليه يعني انا مش عارف حاسه كده عمال اللي انا على شيء. لا يا شيخ ما بتاكلني كل حاجه. بتحاولي يا شيخ تصلحي ما بيننا ولا بتحاولي تهدي النفوس ولا بتحاولي تعملي ايه؟ لا انا عايز اعرف هو بيشوفني ايه يعني. لا انا انا من ساعه ما اتجوزت هو عنده حبوط اساسا يعني مش عارف يعني المشكله فيا انا اللي غلطان مش من اكلي يعني على فكره. لا يعني شيما بتعمل وصفات كويسه جدا. جميل انا ابهرك والله. انا ببهرك في المطبخ. عليها بيض اومليت. انا في المطبخ بعمل وصفات يعني بيض اومليت يعني. مفيش بعد كده. طب كويس انك بتعمل بيض اومليت. ساعات بيفشل. في ناس بيسلقوا البيض وبيقشروه وبياكلوا. بالظبط. بالظبط. هي بتعمل انا بقى مش بقى لا بخليه يقشر البيض ولا بسلقه. ده هي كده استاذ 100%. هو اللي مش مقدر انت نعمل اللي معايا شيء. لا بصي بصي يا شيما الرجاله دايما ما بيرضوش باي حاجه. والله لا رايك. احنا مظلومين معاهم. معلش معلش معلش. انا بالعكس يعني بيقولوا قلب الراجل في معدته صح؟ للاسف. لا ده كان زمان ايام جدي وجدك. ايام ما كانوا بيروحوا يخطبوا العروسه ولازم تعمل فطير وتعمل اكل. بمناسبه يعني الفطير بقى لا لا ده حته مهمه الاول. إيه؟ ان زمان واساسي اي حد يروح يتجوز لازم الاول العروسه تكون بتعرف تطبخ. لازم. لكن كانوا يقولوا عليها فرده رغيف قد كده. يعني ليه رغيف؟ عشان بتعرف تربي. يعني خبيث طبيخ لازم تكون الاول كده. احنا في الزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي لو سلقت بيض تبقى كويس. لا بس والله يعني هقول لك على حاجه يعني هنا في مصر بقوا بيستسهلوا عمليه الاكل بره الخارجي. وبعدين نسال الكانسر كتير في مصر ليه؟ والشباب بيموت صغير ليه؟ طب ما انا سامحه لابني ياكل من بره وسامحه له يتعشى بره. ما فيش عارفه حته ان احنا ايه بنتلمع على السفره دي للاسف
تقريبا ما بقتش موجوده مع للاسف، لانها هي اللي كانت بتجمع الناس مع بعضها. أيوة. ونتجمع العيله وكله بيعمل، كله بيشارك حتى في الاكل نفسه. مش هيقعد على السفره يقول انا مش هاكل. اكيد. يا جماعه عايزين نقول عيدوا عيدوا النظر في تربيه اولادكم فعلا، والبيوت والقيم دي ترجع تاني. اللمة على الفطار واللمة على الغداء واللمة على العشاء دي من اجمل الحاجات طبعا اللي في البيوت. هو ده يعني الدفء الاسري وتجمع الاسره حتى على الاكل، رب البيت يكون موجود وكلهم موجودين، دي بتبقى طبعا حاجه ثانيه خالص. لكن للاسف مع السوشيال ميديا وده مشغول، وده في كليته وده هنا وده هنا، تلاقي كل واحد الموضوع بقى صعب جدا. احنا ايه هناخد حته زبده، خلاص شوحنا شوحناها وحطيناها في البايركس. هناخد حته زبده صغيره، زبده صغيره معانا. أيوة. دي اللي هنبدا نعمل فيها كده الصوص. الصوص الشيف يعني في بعض الصور طبعا وصلت لنا من الشيف من اكلات وحلويات للشيف والله سحر. مش كتير انا ما هي حاجات بسيطه. بس انا شفت في الصور دي بقى ايه فطير. الشيف كان بتعمل كمان فطير. فعلا ده على فكره ناس كتير جدا ما بتبقاش شاطره في يعني في عمل الفطير. لا انا بحييكي بجد يعني. احنا ممكن نشوف برضو الصور معانا في العرض نشوفها. شايفين بقى بتدينا من الحلويات يا شيف. بص الحلويات دي كانت ايه يا شيف؟ دي كانت ايه؟ دي تورتايه. دي تورتايه عيد ميلاد اولادي. عيد ميلادهم. عيد ميلاد نقلب يا شباب بقى بصراحه عشان معانا صور كتير. انا بحب اعمل لهم في كذا صوره معانا. ما بنشتريش ده بيتي فور. ده كان ايه؟ ده غريبه. غريبه بس انا شايف فيها شوكولاته مدخله. ايوه غريبه اللي هي شبيهه للبيتي فور كده. بس فور حماتي اللي علمتها لي الله يرحمها. الله يرحمها. دي قرص تقريبا؟ لا ولا دي ده بسكوت. بسكوت بسكوت كده نوع من انواع البسكوت الزبده. يعني هو شكله يغني عن السؤال. وسهل والله. بسم الله ما شاء الله. واو فعلا جميله جدا. دي تورته عيد ميلاد بنتي الكبيرة. الشيكي بوم. اسمها ايه؟ روان. روان. كل سنة طيبة يا روان. لا هي كل عيد ميلاد لازم اعمل لها تورتة. ده يعني كده الاحفاد والاولاد كلهم بيتجمعوا بيبقوا عايزين يقعدوا معاكي عشان تعملوا لهم كل حاجة حلوة طبعا. بييجوا يطلبوا على طول. اكيد طبعا. احنا مكملين معاكم في فقرتنا مع الشيف سحر، بس هنخرج فاصل صغير وهنرجع لكم تاني. استنونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وقبل ما نرحب بضيفنا نقول امين بيحب يقف دايما يا شيف معاكي في المطبخ. يحب يقف يدوق ويساعد برضه يعني. هو بيدوق اكتر. هو بيدوق اكتر. امين ابن الشيف. ايوه حضرتك. ايوه نورنا يا امين. نورنا نورنا. ماشي يا شيف، قبل ما نبدا في الوصفه بتاعتنا بس هنرحب بضيفنا اللي معانا النهارده ومشرفنا استاذ محمد علي. اهلا بيك استاذ محمد، صاحب شركه الخليج وخبير في اداره المطاعم والكافيهات. نورتنا استاذ محمد. نورك يا فندم. ربنا نورتنا. طيب استاذ محمد كده خلينا في بدايه حلقتنا كده نسال حضرتك سؤال. لو انا فكرت في عمل مطعم عايز اعرف بقى ايه الدراسه والخطوات عشان اقدر ان انا يبقى عندي مطعم. بصي في الحقيقه في الفتره الاخيره في مصر للاسف كل ما نفكر في المشروع ده اتجه منفردا للمشروع دون دراسه دون استشاره دون ادنى حاجه خالص. وده بيؤدي للنهايه الى ان هو تسمعي عنه ان هو اغلق بعد شهر او شهرين. وللاسف ان في مصر وصل العدد 75% وفيما فوق وفيما فوق لعمليات اغلاق المطاعم. 75 دي نسبه عاليه جدا على فكره. عاليه جدا لان هما يعني اذا 100 مطعم فتحوا بعد 3 شهور ال 100 مطعم اتحولوا ل 30 اتبقوا. ال 30 دول تصبري عليهم كمان سنه خلاص بقى منهم 10 او 5. ده راجع لعدم وجود خبره وعدم استشارات وعدم دراسه او سؤال اهل المهنه نفسها او الاستشارين عن المجال دوت. مجال المطاعم هو مجال سهل جدا للي هو دارس مطاعم طبعا. اللي اشتغل في قلب المطاعم.
بالنسبة لو حضرتك بتفكري فيهم ان انت تفتحي مطعم سهلة جدا، بنتجه لناس متخصصة بتفكر معنا وتسألنا كام سؤال سهلين جدا. انت عايز تفتح مطعم ليه؟ للشهرة ولا للربح ولا عايز تفتح مطعم اسما بس عندي مكان اسمه مطعم؟ اذا رديت على السؤال ده احنا هنقدر نساعدك كشركة الخليج، هنساعدك. إذا كان للشهرة فهنقول لك ابعد عن الإدارة وهنخلي اسمك على المكان وهنفتح لك المكان ويدير المكان وإحنا نكون مسؤول عنه ونعمل لك المكان بالضبط، وهنديك البيزنس كارت بتاعك إنك أنت الأونر وهو مالك وبتربح منه كل حاجة. إنما بحتة إن أنا أفتح وأدير، أنا عايز شهرة وبدير وأنا ما عنديش خلفية عن الإدارة، يؤدي في النهاية. إحنا معنا صور على الشاشة، مش معنا دي مطعم او كافيه تقريبا، انتوا دي شهاده الدبلوم دي شهاده بتاعت الصوره اللي حاليا دلوقتي شهاده الدكتور محمد. وفي طبعا انت بتاسس المطعم من اوله لاخر، يعني من بتبدا فيه معانا صور الكافيه. يعني ده كان معانا، ده احد المطاعم اللي انت ده مطعم في مدينه السادات، تمام. ده بدات فيه وخدت فيه المكان، وانت اللي بدات معاهم من الاول لغايه ما سلمتهم المطعم بالظبط. وكان هو صاحب المكان بصراحه يعني من الناس المتفاهمه جدا، هو مطعم في السادات معروف، اقول اسمه ولا ممنوع؟ بلاش بلاش احفظ بالاسم. هو كان صاحبه متفاهم جدا وساب لنا المكان، حققنا له فيه، نقدر نبص النهارده المكان يعني اتحقق فيه نسبة عالية جدا جدا من الأرباح، وهو يعني خد وضعه لأنه هو استشار من البداية. يعني خلينا نقول اللي بيفكر نفتح مطعم أو كافيه أو كده، يعني يرجع لحضرتك يستشيرك في كل شيء، وانت بتبدأ معاه خطوة بخطوة، من حتى مكان المطعم هيتحط مكانه فين، هنعمل ايه، هتحط ايه، مزبوط. من البداية للنهاية، تمام كده؟ تمام. ليه؟ لأن اختيار موقع المطعم نفسه بيعتمد على حاجة اسمها الكثافة. الكثافه هل أنا هو انا فاتح المطعم لمين؟ مش لكثافه سكانيه؟ أكيد. طب انواع الكثافه نوعين، في كثافه سكانيه طوليه اللي هي الابراج، وفي عرضيه زي الفيلل والتجمعات المعروفه او الكلام ده كله، او 6 اكتوبر. اذا احنا بنتكلم على كثافه عرضيه يبقى الكلام ده معناه ان احنا بنتكلم على حاجه فاست فود رانوي، واذا بنتكلم على كثافه طوليه فانت بتتكلم على مطعم حد هيجي يستقبل في صالة أو الكلام ده كله، هيجي يقعد في المكان. فإنيوي أول 3 خطوات لازم تعملهم. الخطوة الأولى لازم تعمل لنفسك حاجة كده 3 مربعات في البداية. مربع A وB وC. A اللي هو كل مصاريف المطعم من أول الإيجار والمرتبات والغاز والكهرباء، كل مصاريفك دي دراسه متكامله. يعني دراسه لا، لو انت ما عندكش القدره للدراسه اعمل الصندوق المربع الصغير ده بس. الصندوق الثاني بتاع الخامات، والاخير للربح. يعني نقدر نقول يا استاذ محمد ان احنا علشان نبدا نعمل مطعم لازم نروح بالدراسه، يعني ما يكونش بعشوائيه ان احنا نروح ناخد مكان ونفتح، نروح لاهل الخبره اللي عندهم دراسه للموضوع وعملوا اكتر من مطعم ناجح. نبدا بالزبط. هتبدا معاه خطوه بخطوه لغايه ما تسلمه مطعم ناجح بيديله ربح في الاخر، ما يقدرش ان هو يجي بعد كام شهر ويقوم جاي قافله. بالظبط. تاسيس المطاعم بيبدا من هنا. تمام. لو اسست صح يتكمل معاك المطعم. تمام يا استاذ محمد، معلش هنرجع بقى للشيف لحظات نشوف احنا هنبدا فيه. هنبدا فيه يا شيف صاحب دلوقتي اللازانيا. احنا الاول عملنا الفراخ. الفراخ لسه في الفرن. اوكي تمام. اللازانيا، اللازانيا اللي باظت من الناس عرفوا. ما عرفوش يعملوها وعجنت في الاخر. ميرسي. انت عشان كده انا طلبت من الشيف تعلمني عادي. يعني الكريمه اولا البشاميل عشان في ستات كتير ما بتعرفش تعمله يعني. مدير اللازانيا دلوقتي معانا على الشاشه. ايوه. ممكن يمكن تقول لنا مدير اللازانيا هي عباره عن ايه؟ شرايح للازانيا صح؟ أيوة. بنبدا المهم ما تعجنش او هنعرف الطريقه منك، بس هي شرايح لازانيا. دي اهم حاجه. ماشي وما تلزقش، ما تبقاش 5 مع بعض مره واحده. ماشي. فهي زي ما احنا شايفين معانا على الشاشه عباره عن شرايح لازانيا و200 جرام جبنه موتزاريلا، 5 معالق كبيره دقيق، 2 كوب حليب، وكوب ونص ماء، ومكعب مرق، و100 جرام زبده او سمنه بلدي، ونص كيلو لحمه مفرومه. دي المكونات بتاعتها بتبقى محشيه باللحمه المفرومه، صح كده؟ أيوة. اللحمه المفرومه طبعا بتتعصج من قبليها بالطريقه المعروفه. لا، هي اي ست البيت بيبقى ليها ذوق في التتبيله بتاعت اللحمه. في ناس بيحبوا بهاراتها كتير، في شطه،
في ناس بيحبوا فلفل حرق، في ناس بيحط فيها طماطم وناس لا، وفي ناس في ناس بيحبوها بدون بصل بدون طماطم، وفي ناس بيحطوا فيها فلفل على حسب. انا شاطره ازاي عضو عارفه كويس عارفه بحط فيها فلفل زيك على فكره. فطبعا دي بترجع لذوق الست. بس الـ الكريمه هي اللي ما بتظبطش معاهم، بتكلكع وبيضربوها في الخلاط. لا هي احنا نحط الزيت او السمنه بتاعها، حطي معاه الدقيق وقلبيه على النار. متهيألي يا شيف عشان ما تكلكعش قوي نحط سمنه كتيره مثلا ولا لا؟ لا طيب مش شرط خالص يعني. المهم ان اللبن اللي هيتحط عليها يكون بارد طالع من الثلاجه. بارد طالع من الثلاجه عشان ما تكلكعش. ما تكلكعش، ومجرد ما تحطه بتحط يعني مثلا نص كميه اللبن ميه وبتفضل تقلب فيها زي كده. حضرتك ما كلكعتش ولا حاجه ما شاء الله. ايوه وبنسلق اللازانيا. يعني بشوف ناس بيقعدوا يعملوا كده بالمضرب. انا عارفهم مع نفسي، عارفهم والله الناس دي، انا عارفها بالذات. افضل لحد ما يجي يوجعني وبرضه تطلع بكلكع مش عارفه. شايف اللازانيا بتتسلم؟ شايفه انا والله كنت بتاكل خمسه مع بعض والله مش عارفه ليه، مش عارفه انا عملت ايه غلط اساسا. لا هقول لك على حاجه، هي اللازانيا بالذات في ناس بيعملوها ناشفه من غير ما يسلقوها. من غير ما يسلقوها بس دي بتمتص كل السوائل اللي في الكريمه واللي في اللحمه. فبتبقى يعني ناشفه شويه. احنا بنحب الحاجه كده طريه شويه سايحه يعني سايحه على نفسها. فانا بسلقها مش قوي، بديها كده فعشان ما تعجنش وتمسك معايا لما تطول على النار. تعالي شوفي كده هتلاقيها مش معجنه ولا حاجه. اي يا ابو ولا اعمل ولا خليه؟ الله يخليك احنا شايفين برضه يعني. بعد كده احنا بنصفيها عادي ونحطها رق كده، ورق لحمه ورق كريمه ورق لحمه اوكي ونبدا نشتغل بيه طبعا. نرجع لاستاذ بس لو انا اساله ليك في اللازانيا؟ بيحب اللازانيا. نرجع ليك يا استاذ محمد. وبالنسبه للمطاعم طبعا احنا شيف صحرا عايزين لها مطعم ان شاء الله وتكون ايه موجود معانا عشان نعمل مطعم هي ان شاء الله. يعني ترجع بقى الاستاذ محمد ان شاء الله. احنا بتشوف يعني اللي بيحصل بقى اللي هو ازمات بتحصل كتيره لمطاعم لسه فاتحه جديده ويحصل معاها ازمات. ايه الازمات المشهوره او اللي انت شفتها على مستوى خبرتك اللي بتخلي المطعم ما يكملش؟ او اول حاجه بيقابلها صاحب المطعم من اول الافتتاح، من الازمات اللي بتقابلنا انه مش عارف يسحب من قلب المطعم او المشروع الارباح بتاعته. الارباح مش عارف يسحب. ده راجع لايه؟ ان هو مشترياته مستمره وكل ما يجي يمد ايده على ربح يلاقي دايما في مشتريات جدت عليه. تمام. فده راجع لان هو مش حاطط نسبه بيرسنتس، في بيرسنت موجود للمشتريات للمكان المفروض لا يتعدى 33 لغايه 37 اقصى. يعني لو باع النهارده ب 1000 جنيه بيطلع من ال 1000 جنيه 300. ال 300 دول رايحين فين؟ يرجعوا للمشتريات عشان بكره. والباقي ال 1000 جنيه اللي هو الربح بقى؟ لا مش الربح. امال ايه؟ احنا لما كنا بنقول ثلاث صناديق، صندوق اللي هو السي بتاع الايجار والحاجات دي لسه الجزء بتاع الايجار الالتزامات اللي على المطعم الماليه بياخد التلت والخامات بتاخد التلت وهو يبقى له التلت. يبقى هيقسم ال 1000 جنيه للاجور 330 بالظبط و330 للخامات و330 دي. لو هو بيفتح علشان خاطر مش عايز يكسب في البدايه بدل ما ياخد 330 يكتفي ب 150 ده مثال. او اكتفي ب 100 او اكتفي ب 50 في البدايه الى ان المكان يقف على رجله ويلاقي النسبه بتاعته عالت. فاكتر حاجات بتقابلنا هو عدم امكانيه او عدم قدره اصحاب المطاعم في سحب ارباحهم من المشروع. ودي طبعا بنعمل لها حاجه اسمها اكسبريس سيرفيس من الشركه. في خلال 7 ايام بنبدا ان احنا نحط له المنظومه ونخليه يبدا يستلم ارباحه من قلب المكان. بنحط البرسنتس بتاع كل صندوق. طيب احنا برضه كنا يعني نفس برضه المشكله ان السؤال بتلاقي عبد اجابته في يعني كل الاسئله اللي معانا. واستاذ محمد بيشرح. ف طب هو سؤالي التالت لحضرتك، ايه اسباب عدم الربح في المطاعم؟ اولا التسويق. التسويق اللي النهارده انا عندي مطعم ومش عارف اسوق للمنتج بتاعي. وتكرار المنتج في المنطقه اللي هو بيبقى فيها بيؤدي للنهايه. حصلت مع حضرتك؟ ايه حصلت معاك؟ لا شايفك موافق. لا معاك.
تكرار المنتج. يعني النهارده احنا جبنا مثلا على سبيل المثال اللازانيا، اللازانيا ايطاليه حولناها لطعم شرقي باسلوبنا وبطريقتنا. اللي بياخدها بالبتنجان واللي بياخدها باللحمه المفرومه واللي بياخدها بالشطه ما بقتش لازانيا ايطاليه. فبالتالي كل واحد بيفتح بيجرب اللازانيا بتاعته على طريقته. فأدى النهاية إن المستهلك مش مؤمن ولا لازانيا من دول لغاية لما يفتح حد معاه الطعم بتاع اللازانيا. لغاية ما وده ده سبب من أسباب إن هو ما بيقدرش يبيع المنتج بتاعه. يعني نقول الكواليتي بتاع كل حاجة بالأكلة بوصفتها على حسب المتذوق اللي أنت هتديله الحاجة. بالظبط. بس هو أستاذ محمد برضو ذكر في أول كلامه التسويق. التسويق. التسويق هيكون معانا. هو هنا الجودة بتاعت المنتج مش عالية. لما باجي اسوق وبيجي حد يجرب مرة الطبق اللازانيا أو الأكلة اللي عندي بيجربها مرة والتانية ما بيجيش. ليه؟ مش ده الأصلي. خلاص مش ده هو متعود على حاجة معينة فعايزها بنفس الطريقة. فبالتالي التسويق ما قدرش يستطعم المنتج اللي هو بيبيعه، مش مقتنع بيه. فبيعرض وبيعلن وبينزل الإعلانات بتاعته، بيأدي للنهاية إن العميل بيجي مرة ما بيجيش التانية. فده يؤدي لركود في البيع. اكيد يا استاذ محمد. احنا بقى معانا اتصال تليفوني ومداخله من السعوديه. ام محمد الو. السعوديه. اهلا بكل اهل السعوديه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اهلا. انا عايزه اتكلم مع سحر. الشيف سحر معاكي، اتفضلي تقدري تكلميها. الو. ازيك يا شيف سحر؟ الحمد لله حبيبتي. أهلا متابعينك ولسه بيها انا ام علي. اهلا وسهلا. يعني كل اهل السعوديه طبعا متابعينك يا شيف سحر النهارده وهي معاكي. لو انت حابه للشيف سحر تقولي لها حاجه او تقولي لها حاجه هي معاكي. اتفضلي. احنا والله هسه ولا موجود انا تعبت من السعوديه ومعاكي ومره وحشتينا ومره وحشنا اهلك والسلام عليكم. الله يخليك يا حبيبتي. شكرا يا هاله. هي صح. يا ام محمد اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي والله وانتوا كمان وحشتوني. متشكرين ليكي جدا يا ام محمد. وحضرتك تقدري بقى يعني هو لبعد المسافه بس تقدري تتابعينا تعرفي الوصفات وتقدروا تعملوها وتبداوا. مش هتبقى زي الشيف سحر اكيد بس تبداوا تتعلموا ان انتوا تعملوا زيها باذن الله. اهلا بكل اهل السعوديه ومساء الخير. اهلا بأهل السعوديه كلهم. ونرجع للشيف وايه بقى اللي معانا الثالث اللي هنبدا فيه. الحلا ده حلا التوفيه. التوفيه دي هناك كانت بتعمل جنب القهوة العربية. جنب القهوة العربية. بس احنا ممكن ناكلها في مع شاي. فبتبقى جميلة. هي عبارة عن بيضتين وعندنا جبنة كيري او دي اختيارية. انت عايزة تحطيها مش عايزة براحتك. لكن الاساسي بتاعها احنا برضو معانا معانا مقادير التوفيه اللي هي بتبقى بسكوت، بتبقى عبارة عن بسكوت كمان معانا فيها. ايوه. و200 جرام حليب بودر، 100 جرام قشطه، 100 جرام جبنه كيري، و250 مللي حليب محلى. ايوه. دي وبتبقى المكونات دي. اللي عايز يضيف حاجه او يشيل حاجه ممكن يقدر يضيف عليها. ممكن نحط لها كاكاو تبقى بالشوكليت. ممكن نحط لها مكسرات ازيد زي ما احنا عاوزين. يعني اول متوفر عندنا في البيت. اولا البسكوت بتاعها بيتطحن كده. بسكوت مطحون. بسكوت مطحون كده بندقه ونطحنه. وبعدين بنحطه في الطاسه بزبده وبنقلبه ونحطه في القاع اللي معانا. بنحطه في الثلاجه شويه عشان يمسك الزبده تمسك. وبعدين بنحمر الحليب البودره في طاسه فاضيه خالص ما فيهاش اي دهون. يبقى كده. اوكي تمام. قبل ما نبدا يا شيف قبل ما نبدا بقى في المقادير ونبدا فيها خطوه خطوه مع بعض عشان الناس تبقى متابعه معانا. ناخد الاتصال التليفوني. الو. وعليكم السلام. ممكن اكلم الشيف صحر؟ ايوه طبعا اتفضل الشيف صحر معاك. ازيك يا شيف عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. معاك اسماعيل الشربيني الجداد. اهلا وسهلا يا استاذ اسماعيل. استاذ اسماعيل معاك. ازي حضرتك؟ بس انت سبتنا من زمان وبقيت في مصر. وحشنا اكلك والله يا شيف صحر كتير يعني. والله يا استاذ اسماعيل انتوا كمان بس ان شاء الله نروح لكم كفر الشيخ. باذن الله باذن الله. المهم ان ربنا يوفقك يا رب والف سلام على الرجوع بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك يا استاذ اسماعيل. يعني فرحتني بالاتصال ده. امين كتير والاولاد ونسال
النهارده جاي التوفيق. امين جنبي اهو مساعد الشيف. امين النهارده جاي زواقه ومساعد. بحضرتك وبالاستاذ محمد مدير شركه الفريد. اهلا وسهلا. انا استاذ محمد برضه معاك اسماعيل الشربيني مستورد معدات مطاعم الفنادق من هولندا. اهلا بيك يا استاذ اسماعيل. جميل واتمتعنا بيه في البرنامج الجميل ده وربنا يوفقكم يا رب جميعا ونسال الله عز وجل بالتوفيق. اللهم امين. متشكرين ليك جدا. شكرا ليك جدا استاذ اسماعيل وشكرا لاتصالك. قبل ما نبدا بقى في الايه في التوفيه. في التوفيه هتبدا معانا ايه؟ البيض وحاطين الجبنه. تمام. وده الحليب المحلى. حليب المحلى. ست البيت ممكن تعمله في البيت عادي جدا. تمام. بدل ما تشتريه لانه غالي. ممكن كوباية حليب نيدو مع كوباية سكر وكوباية ملح بس كده. عالنار. كوباية حليب وسكر وميه. عالنار. بيبقى حليب مركز كده زي اللي بيتباع. أوكي. احنا بنحط نص العلبة طبعا مش العلبة كاملة. وبعدين بنحط الحليب. الحليب. ده الحليب. ده الحليب. البسكوت احنا بنحطه هنا. في البايركس. تمام. بنحط الحليب. تمام. وبعدين بنحط معاه نص معلقه او معلقه على حسب حجم البايركس على او الصينيه اللي هتعملها. بيكنج باودر وحطينا فانيليا وبنضرب كل ده مع بعض. هو مش محتاج يعني فن او مش محتاج ست البيت تبقى شاطره قوي عشان تعمله. يعني حاجه بسيطه كده ممكن تتعمل بالليل كده واحنا قاعدين فاضيين. بالظبط كده. قدام ماتش مثلا للاهلي. قدام ماتش للزمالك كمان. ماتش للزمالك ده اكيد. يعني كده يعني ف من عادات البيت المصري ان بيبقى قدام اي ماتش لازم يعملوا كيك. لازم اي حاجه برضه على طول. قدام اي فيلم قدام اي شيء كل يوم بعمل له حاجه حلوه. صح يا عبو؟ اكيد اكيد. انت حاجات كتير حلوه جدا. انا شاهد. انا عارف الحاجات دي. انا بتبقى كويسه. ساعات بتعدي ساعات بتلخبطها في الحيط بترجع لي بس كويس برضه. بس مش مشكله يعني انا بجرب. يكفيني شرف المحاوله. ايوه احنا برضه معانا اتصال تليفوني ومداخله تليفونيه. نقول الو. الو استاذه ناديه. ايوه 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 حضرتك اتفضلي. إيه انا عايزه اكلم الشيف سحر. طبعا معاك الشيف سحر. اتفضلي يا شيف. استاذه ناديه معاكي. حبيبتي يا سحر. حبيبتي يا ناديه. ميرسي يا روحي. احلى اكل في مصر. ربنا يخليكي. ده مش احلى من اكلك طبعا. والفطير بتاعك والكشري اللي يجنن. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ربنا يخليكي. لا بس انت برضو يعني طباخه ماهره. اوعي غرفكم ستات البيت لما بيحطوا حاجه في دماغهم بيعملوها. بيعملوها. ميرسي يا حبيبتي. استاذه ناديه بقى يعني ايه اكتر وصفه بتحبيها من شيف سحر؟ الفراخ صدور الفراخ البرتقال تجنن. اللي احنا عملناها النهارده دي. كوبان غير عادي. الايه؟ والفطير بتاعها تحفه. الفطير. الفطير. ميرسي يا ناديه حبيبتي. ميرسي لاتصالك. شكرا ليكي جدا استاذه ناديه وشكرا لاتصالك التليفوني. شكرا. نرجع ليك بقى يا استاذ محمد مع المطاعم وشغل المطاعم. يعني احنا النهارده حلقه بيتي مطاعم. هنا عشان نقدر ناسس من البدايه وهنا نبدا ندخل قسم المطبخ ونطبخ بقى. طيب كنا عايزين نعرف بقى دلوقتي احنا هنبدا وهنعمل مطعم فهناخد الدراسه وهنبدا من الاول على حسب المكان هو اللي بيختار نوع المطعم ولا نوع المطعم ممكن يكون اي نوع في اي مكان؟ بص نوعيه المجتمع او الاريا او المنطقه اللي بتفتح فيها بتحدد نوعيه المطعم بتاعك. تمام. يعني انا النهارده هفتح مطعم خدمي لحاجات ايمرجنسي حاجات مهمه احتياجات مهمه ولا حاجات ترفيهيه؟ اذا كان ترفيهي فانت بتخاطب فئه من منطقه معينه من تجمع معين من اماكن معينه. اذا كان حاجه احتياجيه جدا جدا اللي هو ضروريه ما ينفعش المجتمع ده او المنطقه السكنيه دي تعيش من غيره فبرضه ده ليه نوع معين من المطعم. يعني على سبيل المثال انا ما ينفعش افتح النهارده مطعم كريب وبيتزا واصرف عليه في منطقه شعبيه جدا جدا يعني معظمها صناعيه. هو مش عايز ده. هو بيدور على حاجه تاني. هو بيدور على رغيف العيش. هو بيدور على فطار الصبح. لما اجي افتح له كريب هو مش هيقرب جنبه. هو مش عايز ده. اذا انا حبيت النهارده افتح حاجه زي دي اكيد في اماكن في مصر كتير جدا بتستنى الكريب والبيتزا والسمون في مي والحاجات دي كلها. فاحنا لازم المنطقه هي اللي بتختار
الموقع او نوع المطعم اللي هيفتح. نوعيه المطعم على حسب المنطقه اللي بنفتح فيها. يعني دي دراسه فعلا شامله كل حاجه. هو مش مجرد ان انا دلوقتي عايزه افتح مطعم او كافيه فانا في المكان ده هفتحه ماليش دعوه باي دراسه ثانيه. لا هو احنا هنا دلوقتي بنفكر حتى المكان اللي انا هاخده وهفتح فيه مطعم او كافيه يعني بدرس كل شيء، هنا ينفع ايه وهنا هينفع ايه. بالظبط حتى كمان هل هو وجبات سريعه اكلات سريعه، هل هو تيك اواي، هل هو دليفري بس. لان في بعض الناس مؤخرا بدات تتجه للاتجاه بتاع الدليفري والتيك اواي، بمعنى بياخد الموقع ما بيعملوش صاله، ياخد المكان يقول لك ده مطبخ ويركز كل تركيزه على المعدات اللي موجوده داخل المكان. معدات مظبوطه، شيفات مظبوطه، تيست كويس مكلف، ويعمل التيك اواي او يعمل الدليفري بتاعه. وما عندوش حاجه اسمها صاله وديكورات، هو عنده مطبخ بس. يعني مفيش صاله، مفيش استقبال، مفيش الكلام ده كله. فهو هنا بيخاطب حاجه معينه، بيخاطب اللي هم في البيوت، اللي هو الناس اللي هي عايزه دليفري. هو هنا عمل جوده عاليه، ركز كل فلوسه او ركز كل امكانياته على الحاجه دي، فادى للنهايه ان هو داخل على سيلز عالي للاكل بشكل حتمي او 100% هيكون معاه التركيز هيبقى احسن. يعني نقدر نقول يا استاذ محمد ان انا لو جيت قلت انا عايز افتح في المكان ده مثلا مطعم معين وانت برؤيتك شفت ان هو مش متاح، هتبدا تغير الفكره وتقولي لا ده مش هينفع الناحيه هنا، هنبدا نقول فكره ثانيه والافضل ايه. فلازم دراسه المكان نفسه. بالظبط. اذا هو المكان مفروض عليه، لان هو مثلا ونس ان هو طلع لقى محل والده وهو عايز يستثمره في التجاره او بيعمله مطعم او الكلام ده كله، لازم نحدد مع بعض ايه نوعيه المطعم اللي اتفرض عليه المحل. هل هو ينفع تكاوي ولا هل ينفع صاله ولا هينفع ايه. اذا هو عنده امكانيه تغيير المكان، بنغير المكان مع نوعيه مطعم مربحه. واعتقد في اعتقادنا الشخصي بعد الدراسات والحاجات اللي احنا قابلتنا في خبراته كده، ان لازم اللي يفتح مطعم يفتح في حاجه هو عارفها وبيعرف يدوقها. وبيعرف يدوقها. لان النهارده بقى كله يتست على الغربي، في سواء كان في الكريب او البيتزات او الاكل اللي هو الغربي كله، سواء كان ساندوتش او الكلام ده كله او الكريسبي، يتست عليه لكن هو مش ذواق. فبيوصل النهايه ان طعم الاكل مش حلو، مش هيدي فبيقفل بدري افضل. مش هيقدر يعطيها افضل، مش هيقدر يديها لان هو التست بتاعه محدود. غير النهارده لما تسال حد في البيت المصري، ايه رايك لو عملنا مثلا اكل مصري كشري مثلا، كشري، ما حدش يغلبنا في الكشري طبعا. اكيد يعني في الحته دي والكلامنا كله هنرجع فيه للشيف سحر الكشري طبعا. مفيش زيه، الناس كلها بتشكر جدا في الكشري بتاع الشيف سحر وفي طريقتها. نفتح مطعم كشري. يعني انا عندي ناس طالبيني في بولندا، يعني عايزين كشري. احنا داخل مصر وخارج مصر مع حضرتك. احنا معنا ايه اخر حاجه هنشتغل فيها الشيف سحر؟ دي سلطه، نوع من انواع السلطه اسمها فتوش. فتوش انا بعملها لبناني كل... صح؟ لبناني فتوش، بس هي قيمه غذائيه عاليه جدا، حاجات الغريبه طعمها حلو جدا. ممكن تاكلها بالليل عشاء بس. عشاء يعني هي تعتبر طبق سلطه كعشاء. مكونه من ايه يا شيف؟ مقادير الفتوش معانا على الشاشه حاليا للناس اللي عايزها، عشان هي مقاديرها كتير شويه. ايه ده، هي دي سلطه الفتوش؟ دي كلها سلطه الفتوش معانا. هي طماطم وفلفل الوان وبقدونس ونعناع وبصل وفجل وخيار وخس وليمون، زيت زيتون، ومعلقه سماق كبيره، نص معلقه نعناع مجفف، ونص معلقه زعتر، ونص معلقه صغيره ملح، ونص كوب رمان. هي حاجاتها كتيره بس فيها، يعني انا اظن فيها كل الفوائد الغذائيه مجمعه فيها من الخضار. هم المفروض اللبنانيين بيحطوا عليها عيش محمص. عيش محمص وعوش. احنا كمصريين مش هنتقبل حته العيش دي، فاحنا لما نشوفه طبق سلطه ملون كده ويعجبنا، لكن لو حطينا عيش. بس احنا لو اتكلمنا احنا كمصريين بقى، ده العيش واقع منهم في السلطه. بس لو اتكلمنا احنا كمصريين ان احنا نخلي السلطه وجبه عشاء، مش هتنفعنا. لا والله، يعني دي الناس الهيلسي بقى، يعني الاشخاص اللي هم عايزين ياكلوا حاجات هيلسي. اوكي ماشي، هي ما تمشيش مع الاكل. يعني انت يا عبد ممكن تتعشى بيها بس
عبدو تمام نعم ممكن تتعشى بالسلطه بس؟ ممكن السلطه بس. طيب ما غصب عني عشان مش هلاقي غدا. طيب هنبدا يا شيف وعبر ما نخلص هنبدا نعرض ايه الوصفات بتاعتنا معانا في الاخر ونرجع ليك يا استاذ محمد. وعايزين بقى نقول لاصحاب المطاعم اللي عايزه تفتح مطاعم او اللي فتح مطعم فعلا وحصل معاه دروبات وخلاص هيقفله ودي بتبقى ازمه كبيره جدا طبعا لصاحب المطعم، ايه اللي تنصحه بيه وايه اللي تقوله له ان هو يبدا فيه؟ انصحه اولا ما تفكرش تبيع معداتك لان معدات المطعم هي راس مال. اركن المعدات هتفتح تاني في مكان تاني بس المره دي التجربه مع حد فاهم. بلاش تخسر كل حاجه. وفي عندنا حاجه اسمها في الشركه اكسبريس لحد يكون مشغل مطعم وعنده ازمه. فبيرفع السماعه يتصل يقول يا جماعه انا عندي ازمه كذا. الاكسبريس عندنا لانقاذ اي مطعم داخل على الافلاس والاغلاق هو سبعه ايام بس اسبوع. بنبدا بيها بمرحله تخفيض المشتريات. تخفيض المشتريات. ومراقبتها للوصول لنسبه 33% اقصاها 37. تاني حاجه رفع عمليه المبيعات. بنرفع المبيعات عن نتيجه عروض، بنعمل عروض فيها نسبه ربح قليله لكنها فيها قدره هتجيب ناس بقى ويبداوا يبدا المطعم تاني يشتغل زي الاول لحد ما يعني. الحاله الثالثه ان احنا بنعمل سيفنج كوست، بنبدا نوفر في الكهرباء في العماله في الكلام ده كله، لكن مش كل العماله. يعني في شغل يقدر يقوم بيه اثنين وفي شغل يقوم بيه واحد، بمعنى الحاجه دي ما بيعملهاش غير اتنين، مثلا المخزن او الستور والباريستا. الباريستا يقدر يصرف لنفسه، يصرفها بمعنى يصرف يعني يستلم وياخد حاجته لو انا اشتريت اليوم بيومه. اصبح لغيت المخزن خالص بشتري اليوم بيومه، في الحاله دي الباريستا هو بقى اصبح المخزن اللي بيستلم. كده دول شغلانتين خدهم واحد. انما في شغل تاني انا ما اقدرش استغنى عنه زي الشيف والستيور. صح. انا مش هقدر اقول للشيف سيب شغلك واشتغل مكان الستيور. ففي الحاله دي دول اتنين مع بعض على شغلانتين وهو مظبوط ما فيهاش ادنى مشاكل. فمعنى الكلام سيفنج كوست، نبدا نوفر، نبدا ننزل مبيعات المكان، نرفع مبيعات المكان، نبدا نعمل المشتريات بتاعتنا على البرسنتج بتاع 33% اقصى 37. بصراحه يعني معلومات جيده جدا ولسه كل مدى هناخد معلومات اكتر في ان انت ازاي تنقذ مطعمك، ازاي تبدا تفتح المكان، ازاي تعمل خطوات. هيبقى ليها بعد كده بورد بنقدر نوصف ونشرح عليه خطوات فتح المطعم، تختار على ايه، بتعمل ايه والكلام ده كله. اكيد يا استاذ محمد، بس احنا بقى النهارده مع الشيف سحر عايزينك تدوق بقى وتقول لنا التست بتاعك مع الحاجات الجميله اللي عملتها معانا. شيل يا شيف عشان بقى استاذ محمد، شيلي الورده عشان استاذ محمد يكون معانا ونشوف بقى احنا يعني الحاجه شكلها تحفه طبعا. دي اللازانيا. دي اللازانيا والصدور الفراخ بال دي والسلطه معانا طبعا. دي اللي هي الحاجه التوفيه. دي التوفيه. دي التوفيه. دي حاجه ده ديزرت صح كده؟ تمام. والفتوش طبعا مش هننساها، الفتوش اللبناني لازم هناخد الفتوش اللبناني معانا. هو ده توم ده يا شيف؟ توم مفروم. صح؟ معانا طبعا يعني ايه رايك في الاول في عشان مريحه هو البرزنتيشن او الديكور اللي معمول او الجرنش المعمول للشغل هو بيتي من الدرجه الاولى ويشجع ان هي تفتح مطعم اكل مصري سيرف. سيرف. هيبقى فيها بروفيت ليها اكتر. هي باين عليها بسم الله ما شاء الله يعني حاجه ممتازه قوي في تسويه الصوصات واللازانيا واخده وش محمر الجلاتيه بتاعها. طبعا ودي الفتوش ويعني التست بتاعنا بالطريقه المصريه. بالطريقه المصريه. كل يعني كله طبعا بيرجع للطابق ايه المصري بالطريقه المصريه. يعني الذوق بقى استاذ محمد حط لي انا الاول يعني هو بيفهم في تسلم. كلك ذوق. كلك ذوق. طبعا الوصفات كانت معانا. طبعا هو الفتوش اول تيست ليه عامه بيبقى في طعم السماء بتاعه وفي طعم الليمون. حتى الليمون لا مش حاطه ليمون. مش حاطه ليمون. انا قديه.
مصري 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 فتوش مصري. احنا بالمصري. تسلم ايدك يا شيف، انت نورتينا النهارده وعملت لنا وصفات. حابه تشكري حد على الهواء تقدري تشكريهم؟ اشكر كل سيابو بتكلمي ستي، اهل جيزان كلهم حبايبي، واشكر اصحابي اللي ساندوني وشجعوني وما زالوا بيشجعوني واقفين ورايا، واشكر جوزي اللي هو كان استاذ في الاكل وهو اللي خلاني ابدع في الاكل. طبعا اشكر ابني امين وابن جميل. شكرا يا امين، واشكرك واشكر عبده. ميرسي، ان شاء الله تبقى معانا وتنورينا في حلقات ثانيه ان شاء الله باذن الله. كلمه بقى استاذ محمد. انا بشكر البرنامج وبشكر القناه وبشكر الشيف، ممتازه الله ينور عليكي، حاجه ممتازه جدا. هيدو بشكر هيدو بس ما يتفك كمان. نورتنا يا استاذ محمد. محمد علي صاحب شركه الخليج، نورتنا يا فندم. نورتونا كلكم جدا. يعني احنا هنجرب بقى شغل الشيف سحر، واستنونا في حلقه جديده يوم الاربعاء برنامج بيت عبده وشيما يوم الاربعاء الساعه 4 مساء. الى اللقاء، مع السلامه.